يا أمي أمي تحت شوي. رجع بديع، رح اروح شوف شو صار معه وارجع. لا الله يخليكي، كمان اعملي المساج كمان شوي كمان. اكو ايدي يرحمني. حبيبي افضل زوين مصاري جبتي له ورانيه. شو هاد 250 ليره بان؟ ايه 250 ليره، انا اشتغلت بالفاعل. شو قلت لك انه انا اشتغلت بالبنك؟ العمى بعيونك العمى. عملت لك مساج ب 500 ليره. بديع فوت ولا؟ أمي أمي يا أمي بدي سافر على حلب. ليه؟ اتصلت الزهرة قال دبرت المصاري بس ما فيها تيجي وتترك الجروب. أنت دور وراءك ومنبعت شفيق عواضة. ما بقدر أمي، ورائي كلها جاهزة بس أنا بدي روح، مشتاق لمرتي بدي ودعها. زهرة منين دبرت مصاري؟ عم تشتغل بالتصريف. هيك قالت لك على التليفون؟ إيه قالت لي عم تبيع بالأخضر وتشتري بالأزرق. أولي لا عم تبيع دولارات وتشتري ماركات، هي فيها اقتصادية. جهزتي العشاء حبيبتي؟ امي هلا هذا عشاء خبز ولبن. خبز ولبن احسن من خبز حاف، شو بدنا نعمل؟ يعني ضروري الاستاذ بديع يسافر. ايه العمى شو حدنا؟ بكره بس تركبي جنبه بس سيارة الشبع والكرسي يعمل فيكي هيك وهيك وتشوفك ام هاني وتطرقك هذيك العين بتتذكر يا هذي الايام العجاب. يا خوفي يا خوفي، انسانه بس يصير معه مصاري مثل ما كل اللي راحوا على الخليج ونسيوا اهاليهم. ابنك بديع. شبهي له لبديع انتي وجوزها. شو ها؟ حلاوة، بطلتي تعرفي الحلاوة؟ لا بعرف هذا الحلاوة بس نحن عم نشحد الفرنج وانت حضرتك عم تتعلق. مو مشتري شري. سرقت شفيق؟ شو شايفتيني حرامي حتى اسرق؟ واحد نسيه معي بالسيرفيس قمت اخذته. روح بيع على ام هاني. لا ام هاني ايش وهدنا وتنفس كلها 65 ليره. ماشي بيعها ب 50.